اهلا بحضراتكم من جديد، ورجعنا لكم في اولى فقراتنا من مطبخ صباح الورد، واللي بطلته طبعا الاساسيه هي لوما اللي بتعمل لنا بقى كل الاصناف، وهي الديزاينر اللي بتختار الاصناف. ولازم طبعا يكون في ضيف منورنا في فقره المطبخ واللي هنستفيد منه من معلوماته. ضيفتنا النهارده هي صاحبه بيت في الحقيقه، وهي دكتور ريهام عز الدين، اخصائيه التغذيه العلاجيه. اكيد ناس كتير قوي عايزه تخس عشان فورمه الساحل، وتاخد بالها ان هي برده ما تاثرش على القيمه الغذائيه في اكلها. احنا مستنيين كل رسائلكم على صفحتنا، صفحه البرنامج، برنامج صباح الورد بالعربي على الفيسبوك. صباح الورد يا دكتور. صباح الورد، ازيك يا صباح الورد عليك يا دكتور، ازيك؟ منورانا، منوره بوجودكم والوانكم الحلوه. يلا تيجي اقول لكم انا هعمل ايه النهارده، يلا وبعدين الدكتور بقى تشرح لنا كده انا وضعي ماشي على تراك صح ولا وضعي ايه. طب احنا النهارده هنعمل برجر بطريقه لذيذه جديده مبتكره شويه عشان خاطر ولادنا. هنحط جوه البرجر بيض بس بطريقه مختلفه، بحيث ان احنا معظم الولاد ما بياكلوش بيض، ودي حاجه ماساويه جدا. والبيض ده من اكتر الحاجات اللي المفروض هيلثي وجميله جدا على الفطار، احسن كمان من الجبن والكلام ده كله. فاحنا هناكلهم بطريقه لذيذه ومبتكره في البرجر اللي هم بيحبوه عادي جدا، وهنحط شويه اضافات لذيذه كده برده تضيف للبرجر. المكونات بتاعتنا هي عيش كايزر عادي جدا، وكمان جبنه الامريكان مافن دي بتلاقوها جاهزه في السوبر ماركت، وممكن في مره نبقى نعملها لكم لو عايزين تعملوها فروم ذا سكراتش يعني زي ما بيقول. عندنا برجر طبعا، وافضل يكون اللحم ده بيتي، تعملوا البرجر في البيت عادي جدا. وعندنا اللحم البيف بيكن، وعندنا كابوتشا، طماطم، بيض، توابل، جبنه، وعندنا شويه صوصات كده، جارليك مايونيز او مايونيز عندك، او صوص جبنه، تشيدر صوص، كاتشب، اي حاجه. كل الحاجات دي اختياري عادي جدا جدا، وممكن نشتغل كمان بزيت زيتون يا دكتور عشان يبقى الموضوع هيلثي على الاخر. فالمواضيع ما فيهاش اي حاجه ويرد ولا غريبه، مواضيع كلها ايه من السوبر ماركت موجوده بسلاسه. يلا انت قولي لي بقى ايه رايك على بال ما انا هبتدي اسخن. طيب هو في تركايه بصراحه لوما لازم توريها لنا، يعني هي بص العيش. عملت العيش ازاي، عملت له دوريه. عندكم طريقتين بقى عشان تعملوا العيش ده، انا بحب قوي ان انت تفوقيني من الغيبوبه لما بقى ازاي بقى نعمل الشباك اللي عملتيه ده، بص بقى من غير ما يفرول. عندكم طريقتين يعني بالظبط، تعملوا العيش. ايوه شفتي، تعملوا العيش تفرغوه التفريغه دي، وهوريكم هتفرغوا ازاي، يا اما دوريه ولو صعبه عليكم دائره. ايه دوريه دي؟ يا اما مربعه، وهقول لكم برده ازاي. طيب خلينا الاول اعملها لكم عملي. هنجيب العيش عادي جدا، وانا افضل ان احنا نقصه بالمقص ويا ريت الحته اللي فوق تبقى اتخن سمكها من اللي تحت، عشان احنا دي هنحطها على النار. اوكي، ايه رايك في لا انا بتفرج، انا بتعلم دلوقتي. ايه رايك في الموضوع ده؟ هنقطع بس فكره ان انت تغيري طريقه تقديم الاكل للاطفال بالذات، انا دايما بعاهم بتفرق معاهم. يعني لان البيض من الحاجات اللي فيها هاي بروتين، احسن عايزه اقول لكم من اللحمه والفراخ والسمك. البيض كمحتوى بروتين من اعلى الحاجات اللي فيها بروتينات. طب حلو قوي، فانا لما بدي لابني بيض بقى ضمنت ان انا دخلت له كميه بروتين مناسبه جدا، وفي مره في وجبه غذائيه واحده. وان انا اغير شكل تقديم الاكل في حد ذاته، ده الكبار بيزهق، ده الكور يعني اصلا بيزهقوا، ما بالك الصغيرين. بالزبط. طيب خلينا بقى نشوف يعني العناصر الغذائيه اللي موجوده في مكونات اكلتنا النهارده. وخدي بالك كمان ان احنا كمان واحنا بنقدم البيض، البيض من الحاجات اللي عامله زي ايه، انا جوكر بحط فيها طماطم، بحط فيها خس، بحط فيها زيتون، بحط فيها بعرف ادي، احط فيها جبن. ليه الولاد ما بيحبوش البيض يعني؟ عشان احنا بناخده له ستاندر، خد بيضه مسلوقه حبيبي. زي في الدايت برده، في ناس عندها مشكله مع الدايت، انا بزهق من الدايت عشان انا بحس ان انا عندي عمليه عزل، انا باكل شكل معين. فالطفل نفس الموضوع، فكره الطفل بيحس بيكي وبيحس بالاكل اللي قدامه زي ما احنا بنحس بيه بالظبط. طيب دكتور لما بنقول مثلا الاسبانيش اومليت بيكون فيه خضار كتير مع البيض، هل دي تعتبر وجبه غذائيه متكامله؟ طبعا فيها، انت حطيتي بروتينات وحطيتي خضروات، يعني حطيتي فيتامينات، حطيتي اي نوع العيش اللي انت حطيه، سواء ده طفل محتاج يزيد في وزنه او لا، فاحنا هنختار العيش. بس انا دايما برجح واحنا بنختار العيش نختار عيش يتعود الطفل من هو صغير على نوع عيش صحي، نشويات صحيه. نعوده ايه بقى؟ العيش البني يعني؟ مش شرط العيش البني، لان مش كل الاطفال بتحبه، مع اني في اطفال بشوفهم بياخدوه من امهاتهم وهم بيعملوا دايت ياكلوه. تمام. الشوفان، الحبه الكامله، كل دي انواع عيش مختلفه. في انواع جديده نازله كمان في السوق بصراحه، في ابتكارات في العيش دلوقتي، ما بقاش بس اللي هو ستاندر انا باكل عيش فينو او باكل عيش بلدي. لا ده لان خدي بالك العيش البلدي ما بقاش زي برده زمان، مع الاسف نسبه الرده البيضه فيه، دي الابيض فيه، عاليه قوي، فما بقاش عيش بيور رده زي ما احنا محتاجينه. ففكره ان انا اغير نوعيه العيش مع الطفل وافهمه ده صحي ليه ده مش صحي ليه. يعني احنا عندنا هنا العيش الكايزر فيه سمسم، هل متعرفوا ان السمسم فيه نسبه كالسيوم عاليه؟
ده مفيد قوي. مفيد جدا. بسمع مفيد قوي بس في ايه بالظبط ما اعرفش. السمسم السمسم دي معلومه جديده صراحه. يعني احنا ممكن نعمل مثلا بيض اومليت ونحط عليه معلقه سمسم مع المشروم. طب والدقيق الابيض ده يعني مضر قوي؟ اصل هو داخل في كل حاجه. هو دي الابيض احنا في نوعين من عندنا النشويات. هو يعتبر من النشويات، في نشويات صحيه وفي نشويات غير صحيه. يعني ايه نشويات غير صحيه؟ يعني بتعلي نسبه السكر في الدم، فانا لما بديها سواء لطفل او حد كبير سكر دمه عنده بيعلى. طب هل هي بتزود فلازم؟ طبعا بتزود فلازم، بتخليني عندي شهيه اعلى. فده مش المفروض اللي يحصل مع يعني ده مش ده المفروض اللي يحصل. المفروض ان انا لما اكل وجبه متكامله اكل بعديها بفتره وجبه تانية. مش دايما يعني عندي حاله نهم واحساس ان انا عايزه انقنق حاجه. مش ده اللي المفروض. يعني مش المفروض انا عايش عشان باكل. انا باكل اكتر حاجه مؤذيه. انا باكل عشان اعيش. هو النقنقه ده دي اكتر حاجه مؤذيه. بعيش عشان اكل وبختار الاكل وانا باكل. يعني انا بختار كمان كواليتي الاكل. انا يعني شايفه في برجر، فكره البرجر وهو بيتعمل في البيت بطريقته سهله جدا. احنا بنجيب اللحمه المفرومه خاليه من الدهون او بنسبه دهون قليله جدا. طبعا بختار مصدر النوع، مصدر اللحمه ان جايبه مكان بجيب منه، اجيب مكان كويس، بزود عليها ملح وفلفل وشويه توابل. انا كده عملت برجر ودي عن تجربه يعني. طيب دكتور بالنسبه للنباتيين عشان انا بحب دايما اذكر النباتيين في فقرتنا. دلوقتي بقى في بدائل كتير للحمه الطبيعيه اللي هي اللحوم المصنعه، وبقى في مثلا برجر نباتي. أوكي. ده بتكون فيه بقى، ده بقى بيكون مكون من ايه وايه القيم الغذائيه اللي فيه؟ لانه بتبقى الناس مش عايزه تاكل البرجر النباتي. البرجر النباتي بيبقى نفس الطعم اللحمه الطبيعيه. ما هو بيزود فيه ايه؟ بيزود فيه فول صويا، بيزود فيه ناس كمان بتفرم معاه مشروم عشان يزود لي نسبه البروتين فيه. لكن طبعا ما فيش مقارنه ما بين بروتين حيواني وبروتين نباتي. انت بروتين حيواني بيبقى اقوى بكتير جدا جدا من البروتين النباتي. فبالتالي لو انت حتى عندك حد فيجن بياكل منتجات الخضروات كلها بالظبط، احنا دايما بنقول له لازم تكمل مكمل غذائي عشان يبقى نسبه اللي هي المالتي فيتامينز بالظبط كده. يعني ما فيش غنى يا مها عن البروتين. لا انا ممكن استغنى عادي جدا. ما فيش غنى ابدا عن لا ممكن نكمل لك الاكل عندك بكملات. يعني زي عندنا الكيما فيها نسبه بروتينات، عندنا زي ما اقول لك المشروب. صحيح. عندنا في اكل فيه كتير فيه بروتينات بس احنا مش بناخد بالنا واحنا بناكله. بس مش نفس برده البروتين اقوى جدا عشان طب احنا دايما بنرتب البروتين ان سمك فراخ لحمه كجوده وكنسبه دهون. طبعا سمك كل ما يبقى لون اللحمه ابيض كل ما يكون هي اكتر هيلثي مور هيلثي او صحيه اكتر. فاحنا بنقول سمك الاسماك، بعد كده الاسماك انا بتكلم على السمك مش بتكلم على الجمبري والكابوريا، بتكلم على الاسماك. بعد كده عندنا الارانب الفراخ. طب عندنا ايه ده الجمبري والكابوريا تصنيفهم ايه من الموضوع؟ هو فيهم كوليسترول بس شويه عالي معانا عادي معانا بس فيهم كوليسترول عالي فانا باكلهم باكل بحذر. يعني اللي عنده كل مثلا النقص دايما ياخد باله هو بياكل الكشريات لان دي تعتبر كشريات مش اسماك. القشريات اللي هي جمبري وكابوريا بالظبط كده. اوكي. القشريات. طب ابرز اسباب بقى زياده الوزن، الناس بتبقى هتتجنن، في ناس بتبقى واخده بالها قوي قوي من اكلها وتشرب ميه كتير وتلاقي نفسها عماله تزيد من يعني من اقل الريحه. ايوه مش كده؟ فظيعه. الناس بقى اللي بتحب نص ني ده ممكن تطلعه على كده. الناس اللي مش بتحبه نص ني زيي هتقلبه على كده. بصي اصلا شكله بقى عامل ازاي. انا بحبه ويل دان. وانا كمان بحبه دبل فيس. اكتر صحيه خدي بالك اللي هو الويل دان. طبعا لان انا يعني اللي هو اللي كنا بنقول عليه البريشت الاصفر لما بيكون مش ولدان بيعمل ريحه كده ما اعرفش ما بحبوش. يعني انا كمان صحيه اساسا ان احنا بنكون ضمننا ان هو استوى كويس جدا. خلينا نرجع للسؤال بتاعك. ايه اسباب زياده الوزن؟ أيوة. احنا بنزيد في وزن بسبب ايه؟ الطبيعي بتاعنا احنا عارفين ايه، ان انا باكل كميات اكل اكتر من احتياجي. اعرف منين طيب ازاي بالسنس كده؟ ما انا هعرف. انا هقول لك دلوقتي احنا بناكل اسباب زياده الوزن باكل كميات اكل اكتر من احتياجي او باكل قله اكل. يعني زياده اكل او قله اكل. طب اكتر حتى لو اكل صحي وباكل اكل صحي بس بكميات كبيره هزيد في وزني. هعرف منين؟ هقوم حاسس ان انا شبعان، انا مش قادر احط حاجه في بقي. وحتى حتى لو خضار سوتيه. هل ده مرتبط بالمبادره بتاعتك على السوشيال ميديا بتاعت بنخس بافكارنا؟ بنخس بافكارنا. طب احكي لي بقى الفلسفه بتاعت بنخس بافكارنا. احنا بنفكر في ايه؟ انا بشوف دلوقتي كميه اكل معينه، انا باكل ايه؟ انا دلوقتي قدامي عيش كايزر، قدامي لحمه، قدامي برجر، قدامي تشيز، قدامي طماطم، قدامي مغريات، قدامي صوصات. انا هاخد ايه؟ يعني انا بالنسبه لي هروح اجيب 2 توست، مش عارفه 2 توست مثلا شوفان، احط فيهم البرجر والخس والطماطم واحط معلقه باربيكيو او معلقه كاتشب. بالنسبه لي هستعوضها عن الجبنه اللي هي السايحه. اوكي. طب ليه؟ عشان اقلل نسبه الدهون. فانا وانا هاكل هاكل الحاجه اللي نفسي فيها بس بطريقه صحيه. طيب يعني ايه بخس بافكار؟ يعني انا بوصل لمرحله ان انا بشوف الاكل بشكل جديد.
لاني بشوف الاكل بشكل جديد. يعني الشهيه عندي ما بقتش بشوف الحاجه عينيا تجري عليها، لان العين بتاكل قبل البق. ايه اللي بيخليني اكل؟ انا بفتكر الاكل، بفكر فيه، او شفت الاكل فيخليني افكر فيه. فبالتالي بس دي مرحله متطوره من مراحل تخسيس. يعني انا مش بتكلم ان اي اول حد هيبدا النهارده دايت هيوصل للمرحله دي، ده في مراحل ستيجز كتير احنا بنمشي فيها عشان اقدر اوصل للمرحله انت بتخس لوحدك، انت عارف طبيعه جسمك. ازاي اعرف ان انا احساس الجوع اللي عندي ده وهمي او حقيقي؟ اشربي ميه. غالبا المخ ما بيعرفش يفرق ما بين احساس الجوع واحساس العطش. أوكي. فكتير جدا يبقى عندك احساس انا جعانه، ممكن مش جعانه انت عطشانه، انا زهقانه فانا جعانه. الاحساسين اصلا دايما الواحد بيترجم احساس الجوع ده نتيجه زهق، ضغط عصبي، قله شرب ميه، لان قله شرب ميه بتعمل فلكتويتنج مود، فبالتالي انت برده بترجعي لنفس النقطه، عندك ستريس. فانت الاول اشربي ميه، شوفي طبيعه جسمك اخبارها ايه، شوفي بعد شويه نص ساعه هتلاقي الاحساس نفسه راح. وسبيشالي لو انت عارفه ان انت لسه واخده وجبه من ساعتين ثلاثه، مش معقوله في ساعتين ثلاثه تكوني حرقتيها. انت حتى لو نازله عملتي رياضه مش هتلحقي يعني ده ساعتين ثلاثه بحس ان انا ما اكلتش خالص، كاني في الصحراء، واقول هو الاكل راح فين، ده انا لسه واكله. ساعتين ثلاثه احس ان انا حاسه الوجبه اللي انت كلتيها غير كافيه لجسمك ممكن، او الوجبه اللي كلتيها فيها سكريات عاليه جدا رفعت لك الانسولين ونزل بسرعه فخليتك تحسي باحساس الجوع تاني. فيك انا حاسه ان انا سرحت مع البرجر ونسيتكم، عماله افكر هاكل ايه. انا شايفه في تشيز برجر، انا عاجبني البرجر. الموضوع بقى هتخليني اضعف وارجع اكل لحمه تاني ولا ايه؟ ما بصي بقى عشان تعرف ان الكلام ده مش نافع. ريحه حلوه. لا اكلها بعدين الدكتور حلو بشكل حلو اهو، الموضوع ما فيش غنى عنه. فيعني لا يا دكتور انا عايزه استغنى لو سمحت. انا شخصيا عايزه دي بلطجه. بس خلينا دايما واحنا بنخس احنا بنفكر احنا بنزيد في وزننا ليه، يا قله اكل كمان. يعني احنا اتكلمنا المعروف انا بزيد في وزني نتيجه زياده الاكل. طب انا ممكن ازيد في وزني نتيجه قله الاكل؟ ممكن يحصل كده. نتيجه نقص الفيتامينز بتاعتنا ممكن تعمل لي زياده في الوزن، لان الواحد بيكون بياكل كتير ويقول لك انا هعمل دايت فما باكلش، باكل ايه؟ انا باكل وجبه، باكل نص رغيف، باكل معلقتين رز. فيعمل يعني زي كانها مجاعه على الجسم، مجاعه على الجسم من ساعه ما اتولدنا حرفيا. وكل ما احاول اشجعها واقول لها، يعني هي سامعاني دلوقتي، اقول لها خلاص بقى لازم، انا عشان بحبها وخايفه عليها فكل شويه تقول لي ايه وبتتخن. لا بس انت تخنتي شويه، يمكن مع اني ما باكلش على طول نفس الجمله اللي انت بتقولها. فعلا حقيقه فكره ما بتقولش كلام مش صح، هو كلام حقيقي. ما باكلش ازاي؟ ما بتاكلش فبيكون عندها نقص في الفيتامينز، فادى الى ان معدل الحرق عندها قل. فبالتالي احنا بيبقى عندنا مشكله مش ان انا باكل، لا انا عندي نقص بالفيتامين. فدي بيقلكها حاجه تانية، مش ان انا اقلل الاكل، ان انا احسن جوده الاكل، ابص على المحتوى بتاع الاكل عندي اخباره ايه. على سيره نقص الفيتامينز، هل فعلا من تداعيات الكورونا انه الفيتامينز فعلا بتقل في الجسم جدا من اثرها؟ هي الكورونا اثرت، بالتالي ان احنا كنا بناخد فيتامينز. احنا لسه مش عارفين، انا حرفيا بجد الناس بتقول احنا مش عارفين نتعدل، which is true. الواحد فعلا كان حماده قبل الكورونا، بعد الكورونا بقى حماده تاني خالص والله. هو كده كده احنا جسمنا محتاج فيتامينز ده على طول، تمام؟ بس الفيتامينز دي ناخدها من اي مصدر؟ مصدر طبيعي. طب لو انا عندي نقص وباين ظاهر على جسمي، عندي مثلا شعري بيقع، ضفري بتتكسر، معنى كده ان انا ده علامه او الجسم بيدي ريفلكت ان انا عندي مشكله صحيه، ان انا بزيد في وزني من غير سبب، ان عندي مشكله صحيه، معنى كده عندي نقص فيتامينز. طب هعرف انا منين؟ انا كدكتور عمري ما هبص عليكي وهعرف بس كده، لازم اعمل تحاليل ابتدي اعرف من خلاله ايه الفيتامين اللي عندنا ناقص. شوف المنظر الجميل رهيب. بس انا برضو بس كالوريز حلوه، بس انا ايه جماعة. بس عايزه اقول لكم بقى حاجه، نقدر ناخد ساندوتش، لا احنا نقدر ناخد ساندوتش زي ده حتى لو بالدقيق الابيض، رغم ان انا طبعا عندي رفض لفكره ان انا اكل عيش فينو او دقيق. تقولي لي بقى ما اعرفش مين. ممكن بقى ده امتى بقى واحد في البرجر؟ لا يعني ما باكل، يعني انت هتساليني ما بتاكلش اكل من بره؟ هقول لك لا باكل، باكل ساندوتش زي ده باكل، واللي يعرفني عارف انا باكل. بس فكره امتى باكل بقى؟ باكل لما انا ببقى ماشيه على منظر في ايه بقى اللي اتحط في الاخر ده؟ معلش في فليفرز، في توابل اتراكتيف قوي في نفسها كده. لا لازم تقول لنا عليها. ماشي هقول لكم بقى الاسم بس بعد ال وعلى البيض نحط شويه ملح صغننين. يعني هي يعني احنا نروح للسوبر ماركت عايزين التوابل دي نقول له اسمها ايه؟ دي توابل باربيكيو بس البراند نفسها هقول لكم عليها ايه. وده بقى ان شاء الله صوص الجبنه. وانا مش عايزه اعمل حاجات نوتي اكتر من كده بقى، اللي هو عارفه الحاجات هغرقها لكم جبنه وبتاع. لا ليه؟ احنا ايه هناكله، هناكله نقول لكم كمان هناكله ازاي. نحط حاجات بسيطه كده، يعني ايه حاجات ده حلو حلاوه. ايه ده؟ بصي بقى الولاد بتشوف الحاجات دي. لا عايزه اقول لكم مش عشان انا دكتوره، والله يا اسر يا ابني انت محظوظ بيا.
الولاد بتشوف الحاجات دي بتنبهر. طب بصي بقى انا حطيت ايه، حطيت خضار وحطيت لحمه وحطيت برجر وحطيت بيض والعيش اللي بسمسم اللي انت قلت عليه كالسيوم كله تمام، وفي الاخر هو ساندوتش بيتي جميل، ولا بقى رحنا عدينا جبنا مش عارفه جانك فود منين يا مامي وعايز برجر يا مامي والكلام فاضي. انت الوجبه الصحيه بطريقه مور هيلثي عن ما احسن ما يجيبها من بره. صح بالظبط. انا عايزاكم بقى يا جماعه ثانيه واحده هجيب لكم حالا، لازم مش ممكن يا ميمي والضيفه يدوقوا، لازم هندوق. لا انا مش هقدر اكل لحمه يا لوما، ما تغرنيش. انا هدوق هقول لك طبعا بالايد فيعني ده ملهاش حل دي. وانا عامله لك بقى بصي ثانيه واحده، مش انا عامله لك اختبار، هديكي بندقه دلوقتي تكسريها، عاملاك بتاع قد كده عايزين تمساح بقى. لازم يبقى في بق تمساح عشان ياكل. لا هو محتاج يا جماعه اجيب لك شوكه وسكينه. صح هي لازم. انا حاسه اني ضغطت عليها جامد قوي. مش حل كده. يا هجيب لك بقى شوكه وسكينه ده دلوقتي ايه بقى. يا بس الشكل ايه؟ طب انا هقول لك على حلو جدا. انا حاسه طب احنا هنختم بقى. انا الصراحه برضو عايزه الشوكه والسكينه. البرجر ده عايز التمساح علشان كده. دي الاكله الوحيده اللي مش هينفع ناكلها قدام الكاميرا. بعد الكاميرا يا جماعه على قرار. وانا هاكل وادوق لها. هنختم الفقره دي عشان ندوق البرجر براحتنا. فدي كانت نهايه الفقره بتاعه المطبخ. نورتينا جدا جدا يا دكتور، والكلام معاكم حلو والاكل ريحته جميله. ومش بقول كده كومبليمون، دي حقيقه فعلا حبيبي. ميرسي يا مها على وجودك معايا النهارده. سادة مشاهدين دي كانت نهاية فقرة المطبخ، هنخرج لفاصل ونرجع لفقرة زميلتنا شروق فقرة الأطفال. ما تروحوش في حتة.